صباح الخير، مبارك مبروك، كل عام تحيي بخير. في جمال الزمطر اخويا. ديما نتعدم الغد وما ريتوش. شكون؟ الكلوار هكا. الكلوار هكا انت تدخل روحك كنت بالك. ديما نتعدم الغد وما ريتوش. هاك انتم في زنقة سوسة مالك. نعم؟ لا لا غادي كاي هذيك جيران غادي كاي. جيران غادي. هيا. ما اللي خرق العادة. هيا سال الشاي طيب سيدي. عاشك. هيا نوصلوا بعضنا وقلنا هنا يعني شوفوا فرحة البن. هيا سيدي علي هيا. النابلي لهنا معروف البن. كيما قلت لكم انا كاس فما كيسك تسكر علي نوصلوا كان بعضنا نفكر هيك على البن على اللسان شنو هنا على اللسان من هزنا بحر الزبلة ولا على اللسان هنا هزنا بحر الزبلة شوفوا كيف حالك ندورك على اليمين توا سمعت نلقى مطعم من السيم على اليسار مطعم من السيم هو البيع في البش ولا في الفريب باهي مغازة العامة على اليسار نعم تاع صبابط محل التجارية هنا معروف من قبل المكان هذايا وانا حمدي النوري لهنا السلام عليكم اخويا حمدي اخويا مبارك مبروك لعبت تعب خير مبروك علينا وعليك صباح جوك باهي وينك يا حمدي؟ هاو يحب على الافراح والمسرات ومناسبات عائليه والملاك والجهاز والخطبه وكل شيء بوكينا وار هنا عند حمدي ان شاء الله ما شاء الله معروف برشا برشا هنا الحانوت هذا ما شاء الله شوف ها نوار عند خونا حمدي ان شاء الله ايامتنا كلها نوار وكلها يعني فيحه وطيبه و... صباح الحمد لله بس هاي الناس بيهم اخويا تحياتي نبارك لكم عاشك شبابك مبروك العاده جاز اجمعين عاشك اشياء طيب عاش السلام عليكم اي جلال تمشي بحدا من بعد ديما معي هذاك عاش خويا عاش ديما يحبوا مغازة الطيف هذه للمجوهرات يعني للمسوخ هنا شوفوا هنا حاسيلو هنا عندنا البن بن يدر لهنا ناخذ فكرة على البن بن يدر هذا سكرها لهنا مش تعداو احنا بابا خلت نشتري حتى مش تعداو اه على هنا تاع بن يدر اليوم اليوم في اللايف انت لا مريق ليه اليوم صارت انتخابات المجلس تاع الاقاليم اليوم 16 عضو مجلس جهوي تاع ولايه سوسه ترشحوا منهم ثلاثه اعضاء لنيابه الولايه في مجلس الاقليم تو طلعت النتيجه ربح صديقنا حمدي عمران على معتمديه كودا ربي مبروك عليه يمثل سوسه احسن تمثيل ان شاء الله وان شاء الله تكون عنده بلاصه في المجلس الوطني للاقاليم والجهات وكيك نوليو عندنا اربع بلايص على مستوى ولايه سوسه خارق العاده المجلس الوطني للاقاليم والجهات وحق اوفر لصديقتنا راضيه حفايظ على معتمديه سيدي الهاني اللي ما حال فيهاش الحظ اليوم ان شاء الله مناسبه اخرى مستقبل خير ومناسبه اخرى ان شاء الله يعطيك الصحه معلومه باهي قلت انا مش لا مش عدو هذه راه هو ان شاء الله ان شاء الله مبروك عليهم ومبروك على تونس ومبروك على على ولاد سوسه خويا وينك راه خير بسرك هيا شي طيب عاش خويا يبارك عاش عاش خويا باهي سلام رحت له على السلامه عاش اختي عاش هلا سلام عليكم صباح عاش اولك عاش اختي عاش البارح وين البارح وين وين ريتني؟ جابت الغربة جابت الغربة؟ اي بخرج من الغربة من عشرة ديما ندوز حاسين وتلقى مير توفيق اي باهي سمير توفيق هذا محل هذا معروف من المحلات القديمة نتاع صناعة الحلويات عند باسكال فهمت من اشهر محلات يعني الحلويات الصمصة لهنا وذين القاضي وذين اول محل السلام معك السلام عليكم ما شفت ليك حاسي لوه السلام عليكم هلا صباح النور صباح عاش خويا عاش عاش الحمد لله ربي يبارك لك عاش خويا كريم هنا كمال صلاحيتي هلا كريم صباح عاش خويا ربي يبارك لك يرحم والديك عاش خويا مساليك
مره اخرى مره نعمل معك تصوير بالله. اي اخويا مرحبا بك اخويا تفضل للذكرى. الله يبارك اخويا راح مرديك عاش اخويا صديق تحب معايا التصوير ومتابع صفحه زلق سوسه فهمت. مرحبا يا اخويا مرحبا عاش اخويا. هذا سي صبري نتاع زنقة توصل الفاجر نتاع زنقة توصل تحياتي. ان شاء الله نظركم هكا نصور فيه. لا هذا التسجيل مش لايف ما فيش نبتو ان شاء الله كيما هو بشرطه كيما هو بشرطه لا من غير مونتاج من غير حد شيء. لا باش عادينا اخويا خلينا نكون الله يبارك حظك. شاي طيب ورمضان مبارك. وانت بلمت الحمد لله عاش خويا. السلام عليكم. قال ما تصورش المدام قد تصور على روحها ولد الحانوت شحال كيف؟ ما خاطر النسب زاد عندي ركع على روحها مدام الحانوت مدام المراه قد تصور صور ولا احنا تو كما قلنا صبري رحمة تبوك اسمع ما عرفكش ماري ركع اي لا صورتها ماري ديما صور الحانوت قدم هنا وديما صورني انا صورني انا والحرفاء الكرام الكل كاين هنا عاش خويا اي نعرف تعطينا بعضنا تلك الساحه واش ولا حسنوا هنا هاو شوفوا هنا ودي القاضي لا فما اليويو اسعار يعني معقوله نوكا نوس 3500 جرام والدبله كيف كيف سمت عامله ولا تبقى الساعه ولا ما زدت حد شيء هذه الدبله لهنا كل شيء موجود. المحل هذا راهو من اقدم المحلات كما قلنا لكم في سوسه تلقاوه موجود مقابل المنفري فهمت وين راني مقابل فارماسي بو سته من الستينات هكا الساعه واش 63 لا حسره ما يشوف تصور داخل ناخذ تك فكره داخل نسال شاي ناخذ فكره نسال شاي بعضنا فهمت. تصور لما تصور هنا 1936 هذا كما قلت لكم محل باسكال معروف غني عن التعريف جزمه بششهر وهو مشغول بتبعته فهمت. وان شاء الله نظركم مبروك كل عام وانتم حيين بخير. تو نجي كفي فرصه اخرى على اللايف مباشر نعم هذا تسجيل هذا التسجيل هذا التسجيل يعطيك الصحه واش سيدي شاي طيب انا نقول لك صحه عليكم اي عاش خويا عاش سيدي عاش خويا اخويا اسعد الايام وجد وحليب اخويا نهارك سلم لك مبروك مبروك علينا واليك هذه حكم تاني ونص برجال وحليك وحليك يا صبري يرحم والديك عاش خويا كون سلام فيك اي سلام فيك السلام عليكم لاباس الحمد لله تحيا سوسه واحلى البلاد العربي ويحيى صبري تعيش انتم عاش خويا صبري السلام عليكم عاش بابا تفضل اخويا ما عرفتكش شكون كنتي ساعه عرفني بروحك صبر ولد بلاد العربي يعني. واني صاحبي في ولد كاباتي اسمي بيتا بيتا ايه انت معروف اكثر مني زعما في الدنيا ولا لا انت اخويا بيتا معروفين بيتا مشهورين صحي واش حط صور على روحك اخويا وخدم خدمتك معلم صبري معلم حتى بيتا معلم عاش خويا هاي السلام عليكم عاود عليك كفى عينك عاش خويا السلام عليكم بيننا هنا قوقعه مراكش بابا دخلك العماره اه تاع فرنسي وهذه من اقدم العمارات هذه مقابلتنا هنا عمارتها هي فرنسيس اصلها خو المرزوقي شكون من مرزوقيات؟ خوسي موسى المرزوقي به هذا نلقاو علم فلسطين ربي ينصر اخواتنا في فلسطين في غزه ربي معاهم ان شاء الله ربي ينصرهم فهمت ولا ندخل ما نساش نطلع لهنا به كذلك هذه مكتبة عبد الغني هذه الهادي عبد الغني من المكتبات القديمه القديمه وقف في بحر هنا موجوده هذا مسوز هذا معروف من مش كلت كلت مغادي على اليمين هذا الوردين احنا نقولوا كان صدقنا ربي مش غالي ثاني لا زيد صحولي هاي بسم الله هاي بسم الله الرحمن الرحيم سيداري السلام عليكم شو قفوا من التلفات حتى لهنا زملاء زميل هذا يا صاحبي امشي من مريم السلام عليكم السلام ورحمه الله قول عليه المهدي وش لا جا واحد زميله اسلم بابا زميلي وعربي مرحبا بك مرحبا بك ولا اول مره تحل العماره هذه هذه عماره عامه عندها سنين ربي قداش عندها من عام هذه عندي تو 30 عام انت 30 عام العماره قداش عمرها عمرها 130 تقريبا 130 تاع فرنسيس بني فرنسا بني فرنسيس وانت 30 سنه في المكان هذايا المكان هذا رفايل كيجيوك لهنا المكان هذا رفايل كل تجيني لنا
هذيك الساعه مرحبا تقول له لا معروف ما شاء الله معروف عنده قداش 30 شكون يعني معروف اكثر انت ولا المهري؟ المهري اكثر محمد المهري اكثر مش علي المهري اما علي اللي بوسان هذاك لا هذاك بوسان بيتي هذاك اما علي واحمد المهري محمد المهري ومعلم المهري مريقلي هذا يا سي علي ولد سي محمد المهري يعني بعد محمد المهري اللي هو بابا واحمد هذا يعرف يا رمزي سي رمزي تعرفه سي رمزي شمر هنا فوق مش ديار كل هنا بيروات ديار كل شيء خويا يعطيكم الصحة وربعينك يا سيدي ربي يجعل القسم شهر لكم مبروك كل عام وانتم حيين بخير اخويا هيا يا سيدي وصلوا يا سيدي هيا السلام عليكم السلام عليكم اك دروج اك الخام لا خرجت احنا من العمارة ان شاء الله ما طولناش عليكم ان شاء الله شريت تعجبكم و يا علي كنا شو مغادكي احنا توك ما قلت لك نرجعوا مغادي انا نريد ها ترسلنا الرغد يلا نعملوا تدور صغيره مشال شيء احنا هاي نواصلوا معكم هاي بعضنا ان شاء الله ان شاء الله التصوير بتاعي يعجبكم ما قاعد ما نصور مانيش كل ناخذ وسط الكيس هذا اللي يجي منها هذا قبل كان تاع النجم هذا ملابس النجم يبيع انا طول انا نقته تاع جنيح حسب نعرف ناج عليه بالهون حال خالد بشر المرحوم توفى ام خالد بشر ذاك يا اخو ماتك الساعه اخو الدكتور بشر ليس بشر توفى اخر مره نادوا محلات هنا التجاريه نتاع لوبتس يا هناك في محل تاع بطه نتاع صبابط ما عادش لا هذا تاع صبابط هنايا ماك شوف اجونس دي فواياج ثم القلوزه هنا في القوه تاع اليميه تاعك الساعه هذا كان تاع بطه هذا تاع صبابط ولا ولا اي فلاس ما عادش بطا السلام عليكم ثم هنا وينو قلوز يا سالي هذا قلوز مسكره لا محلول هنا نتاع لحم الحصان معروف هو برشا هنا هنا كلاسيكو هنا الله يعينك السلام عليكم هذا هو القلوزي ولا هذا محل القلوزي هنا يبيع لحم الحصان هذا السلام عليكم تحياتي ربي يعينك اخويا هاي ناخذ فكره على الواحد لازم ناخذ فكره ما عندك ناخذ فكره على الاسعار قديش السلام عليكم على السلامه بسم الله طما سي الصول هنايا لحم هبره نتاع الحصان كبده الحصان سلامي بقري تقليد هذا 36 دينار تبخش 100 جرام سالمي 3300 يعني كله 33 دينار هذا حصان الصافي هذا فوالا كنت الساعه ناخذ فكره هنايا نظافه والعفافه ما شاء الله وهذه الماكينه كي تحكي عن نظافه نقولوا نظافه فماش يعني انا فرازار متعدين هنايا ما شاء الله ريحه فايحه في الليل اسيدي كانوا كل عام تحيي فيك داخل فوقه يا بارك الله فيك شنو غدوه خلي غدوه هاي السلام عليكم السلام عليكم الناس الميله الله يسعدك وشاي طيب عايش عشان سامحني اخذ محلات هذا كذلك مكتبه هنا ام العزيز هنا كان فما عمارة الفوق صبطه وتنحى السلام عليكم نلقى غسل كمول هنايا اخويا تحياتي يرحم والديك كل عام تحيي بخير نحكي مثلا نفس بالرجال لباس عاش خويا طول عمرك عاش علينا وعليك عاش خويا بارك الله فيك عاش ها من نلقاو البرج من نلقاو بحر الزبله هنا نكمل نوصلوا هنا كم دور على اليمين السلام عليكم وعليكم السلام لباس عاش خويا هذه غسلت كمول من الغسالات القديمه كما قلت لكم هنا الفوق كانت فما عماره نحات قالوا مش عاودوا يبنيوها الله اعلم هذه كانت اجونس دو فواياج قبل في وقت من الاوقات بعد كيش تباعت وخذاها مسالم مشى لها ردها نتاع يعني يجي وكل عصير وكل هنا في القهوه نخرجوا على قهوه صحايب على اليسار وقهوه الكريستال وقهوه تبقى والقهاوي نقدم لهنايا فهمت مطحه هذيا قالوا تجرد سيدي يحيى ببحر من هنا هذه هي ولد قهوه جوهره نور جوهره لسه مقعد هو بيدو هذا كل كان قهوي هنايا هو لو حاجة لوكس يعني تبدلت
هذه جولة تجي في سوسة، قلنا ثلاث أيام شهر رمضان المعظم. فهمت تصوير يعني تاع أماتور، اليوم مش تاع إنسان بروفيسيونيل. السلام عليكم. ما عادش أجل زي ديتها وبر. الله أكبر الله أكبر. هلا هذه قرية مراكش، هذه صمت برقيبة، سيدي يحيى بن عمر، جدة سيدي يحيى، جامع الكبير على اليسار، سكوت تركية ولا سي قرصوم، محطة الكيران على اليسار، شرح ببرقيبة، هذه فتحة هنا كنا بتركيا موجودين، وين باسكال؟ قهوة الشلي على اليسارنا، مدخل متاع لاكار. هذا من أقدم المحلات يعني اللي قاعد محافظ على المهنة متاعه في ببحر سوسة تاع الفواكه الجافة. فهمت؟ السلام عليكم وعلى عينكم ورمضانكم مبروك، كل عام وانتم بخير. شاولك لباس بالله. سؤالك على الطاير، هو المحل هذا قداش عمره المحل هذا؟ باهي باهي مسالش مسالش باهي 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 ما حبش سامحني وما عنده الحق. باهي هذه قهوة ال قهوة الأولمبيك، ما عادش قهوة الأولمبيك. المندوبية الجهوية للسياحة. ببحر ولا عملنا دورة من بعدنا إن شاء الله، ورجعنا من نقطة الانطلاق لهنايا منين بدينا. لهنايا بدينا إحنا التياتر، مقابلنا ابو جعفر والسلام عليكم ورحمه الله. وش الاجوله عجبتكم؟ الناس كلها السلام عليكم.